أحسن الله إليكم يسأل عن كلمة التوحيد، متى تقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح أو في المساء، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به عند شخص عمل أكثر من ذلك؟ يأتي بها في أول الصباح، يأتي بهذه التهليلات 100 في أول الصباح، هذا هو الأفضل. نعم.